بقولك يا باسم، في 2013 30/10 اعتديتوا علي وضربتوني، كان 5 مليار، وطول ما عيش لقى معاك بصمة الصوت في أمريكا وإسرائيل معاك. برنامج اللي عملته بتاع 25 أبو زعبل، بعد ما اعتديت على الإرهاب اتضميت ليهم وبقيت طرف معاهم، بدليل ما شغل الهزاز. الهزاز معاك يا باس، عارف يا باس المخرج اللي معاك مصطفى فهم اللي عاجبه المشخصات الأراجوز ألف الوالسة الخنازير اللي مشغل القناة لحساب. ليه مصر عملت لكم ايه؟ حسوا بالبلد دي، حسوا ب25 ضابط، حسوا باللي بيتخطفوا، حسوا بالكنائس اللي بتقع، حسوا بالمستشفيات اللي مش لاقي العلاج من الطابور الخامس، حسوا بالميه اللي بتتباني وتبقى 30% فيها مشروب، حسوا بالكهرباء اللي بتتسرق، حسوا بالبترول اللي احنا مش لاقيينه. ايه هو احنا هننضف ايه ولا ايه؟ انت جاي لي ايه؟ انت قلت انتهى؟ لا ما انتهاش، في ثوره قايمه، في ثوره قايمه الباسم والطابور الخامس، احنا موجودين. لو قتلتوني الشباب دي هتكمل، انا ما بخافش، احنا مش هنموت، هنجيب حق الجنود اللي ماتت، هنجيب حق مديريه امن الداخليه اللي ماتت، هنجيب حق الاهل الناس اللي ماتت في القاهره، هنجيب حق الناس الضباط ماتت في اسم كرداس، هنجيب كل حق شهيد مفكي يا بلادي. اقول لك شكرا يا مشيري عبد الفتاح يا سيسي، عملت لي ثوره 30 سوريا، نجتني، وقفت مصر، وقفت الدول العربيه معاها. بقول لك شكرا، مصر دي الشرط الاوسط، مصر دي لو كانت واقعه كانوا وقعوا البلاد كلها، مصر مش هتروح، مصر دي من خير خير جنود مصر، من خير خير الداخليه والشرطه والشعب، مصر مش هتقع. احنا الشعب، احنا الشرعيه، مفيش ارهاب من اليوم دوت. بقول لك رساله يا باس، احنا 90 مليون بعتد علينا 2013 30/10، وعربيه الاسعاف خدتني من هنا وبكررها لك، خد معايا 5 مليار من كلامك في القنوات كانوا فاضحينك، السنه دي بقى 10 مليار واحنا ما بنخافش. اقول لك تسلم يا كاشا، تسلم يا احمد يا موسى، تسلم الاعلام المصري. اقول لك شكرا يا بلاميس، طهرت قناتك، طهرت قناتك من ألف الوانسة الخنازير، هو انسان عميل امريكا وقطر وتركيا، هو ملوش لازمه، هو الم...